كبايه شو حلوه، تعال نجيب منها دزينه للصالون. هالكبايه؟ ايه حلوه والله. بتعقد. قديش حقها برايك؟ ما بعرف اساله. هيدي الدزينه ب 1500 دولار. نعم 1500 دولار؟ شيك استاذ، هذا شيك بضاعه شيكيه. شيكيه؟ شو بدك بيع كيلو تلعشري يعني دزينة كبايات؟ بس كبير حلوين يا حنين. إذا متريد بلا حنين بلا بطيخ 1500 دولار. عندها كونسيرية جودة كتير رائعة. واو هولي خرج الحلو والشوكولا عنا بالصالون، بعدين هول أكيد كريستال. سامي ما تدست سوبليز كتير حلوين. سألوا سألوا قدي حقها هاي خرج عنا. قدي حقها هذا 2500 دولار. نعم ليش 1500 دولار؟ هذا التعريق اللي فيه والديزاين وهذا تشيكي. كمان شيكي؟ اه تشيكي. 2000 وقد ايه؟ وخمسة. 1500 دولار؟ ليش الفويكي فيهم بضل على طول فيهم الفويكي؟ بس كثير حلوين يا حنين. غالي غالي بلا حنين بلا بطيخ، حنين قال. ماشي يا عمي. هودي كمان نفس السرير بس ما فيهم تعريق. ايه بس حلوين كمان. اوو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 و
منها اذا عنا عزيمه او شيء بنحط منه بنشوف حالنا. قد ايه حق اسكاكين وسوق؟ هذا السرير كله مذهبي، هاي 3800. نعم هذا 3800 ليه بالله؟ ذهب بس بده شيكه. هذا شيكه؟ لا هذا مذهب، قبل ما يكون شيكه مذهب. ذهب بس اثنين شيكه بس كثير حلوين يا حنان. حنان ايه كثير حلوين. تعرف والله انا عرفت هلا شو بدي اخذ من عندك محل. بدي اخذ راس كاكين. حناخذهم؟ ايه بس بتشيلهم طولي بالك. ليه مشكلة؟ هلا بقول لك ليه؟ لا ما فينا نبيع بالحبة. بالحبة. ايه تبعتيني يعني أكثر حبة مسنونة. مسنونة؟ هيدي. استنى حبة. ايه تلاشوف. بس هون ما في لحمة تجربهم عليها. في رقبة تجرب عليها. لا 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 شوف أنا 300؟ ايه والله الله لا يخليني والله لا يسامحني إذا بعد برضى أكون بسان مش حنان. لا زين. تعال.